السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب هادي عشر متقدم، ربنا يوفقكم إن شاء الله بكرة في المهمة بتاعة امتحان الفيزيكس. معانا المفهوم اللي بيقول لي calculate the work done by friction، احسب الشغل اللي معمول بالاحتكاك. For an object sliding across a horizontal surface، لجسم بيتزحلق على horizontal surface between two points. وعشان تبقى حضرتك بس عايزك تتذكر كده المعلومات إن ال work done by the friction لازم يساوي سالب مين؟ سالب اف كي في دي، افتكر دي تمام. والمعلومة التانية الاف كي نفسها على الهوريزونتال او السطح الافقي بتساوي ايه؟ ميو كي في ام جي في الديستانس دي. خد معلومة كمان، في حاجة اسمها انرجي لوست، الطاقة المفقودة. الطاقة الايه؟ المفقودة. الشغل اللي معمول بقوة الاحتكاك بيساوي سالب مقدار الطاقة اللي مفقودة، اوكي؟ إيلوست. بناء على هذا الكلام أقدر أقول إن الإيلوست بتساوي اف كي دي. تعال نشوف سؤال كده بيقول لك إيه؟ بيقول لك افرض وجود قالب على طاولة، هذا القالب دفع زنبرك في جدار وانزلق القالب على الطاولة ثم سقط على الأرض. كانت كتلة القالب ام 1.35، كان ثابت الزنبرك كي 560، وضغط الزنبرك في البداية إلى هذه المسافة. انزلق القالب مسافة 0.65 على سطح طاولة ارتفاعها 0.75. آخر حاجة مديهالنا معامل الاحتكاك الحركي 0.16. القالب اللي مرسوم قدامك كان في المكان ده ضاغط الزنبرك، وبعدين هوب الزنبرك فلت، قالب اتزحلق لغاية ما جه عند الحافة هنا، ده الموضع رقم 2، وبعدين طار وصل في المكان ده، ده الموضع رقم 3. وهو ماشي على الطاولة في الحتة دي كده، عندي قوة احتكاك، يعني في طاقة مفقودة، في ديت يعني في يعني يوجد يعني، يعني يوجد طاقة مفقودة. أعتقد طبعا السؤال ما يجيش بهذا الشكل كله، يعني كل الحاجات اللي هجيبها. ممكن يقول لك ايه؟ رقم 1، اوجد الطاقة الابتدائية لهذا النظام المكون من قالب وزنبرك. يعني هنجيب الميكانيكال انرجي انيشيال، عندي زنبرك مضغوط يعني عندي طاقة زنبرك يو اس، عندي قالب موجود على طاولة يعني عندي طاقة وضع جاذبية، طاقة وضع مرونية وطاقة وضع جاذبية، يعني هتساوي نص كي اكس تربيع زائد نص ام نص ايه زائد ام جي اتش، معلش بقى زائد ام جي اتش. يلا نعوض، نص الكي بخمسمية وستين، الاكس 0.11 تربيع زائد ام جي اتش، ام بواحد فاصلة خمسة وتلاتين، جي تسعة بوينت واحد وتمانين، اتش بصفر فاصلة خمسة وسبعين. يبقى مقدار الطاقة اللي اتخزنت في السيستم ده كله كده على بعضه، هنعوض في الكالكليتر، عايز اشوف الارقام كلها. كده ان شاء الله الارقام كلها موجودة. يبقى ادي نص في خمسمية وستين بصفر فاصلة حداشر تربيع زائد 1.35 في 9.81 في 0.75 13.32، دي الطاقة الابتدائية اللي موجودة. ممكن يقول لك مثلا رقم 2، يقول لك أوجد مقدار الطاقة المفقودة بسبب الاحتكاك. أوجد مقدار الطاقة المفقودة بسبب مين؟ بسبب الاحتكاك. دي الخطوة رقم 2، هجيب حاجة اسمها energy lost لجسم بيتزحلق على سطح أفقي، كنت كاتبها لك من فوق من شوية. الـ energy lost بتساوي F K في D، يعني هتساوي ميو K في M في G في D. ميو K معامل الاحتكاك، coefficient of kinetic friction، M الماس كتلة يعني، G gravitational acceleration، D this displacement أو distance. تعال نعوض بالقيم اللي هو مديها لنا، الميو كي 0.16، ام 1.35، جي 9.81، المسافة دي 0.65، وتطلع الطاقة المفقودة. يبقى ده 0.16 في 1.35
في 9.81 في 0.65 تطلع 1.38. المطلوب رقم 3 اللي ممكن يسألك عليه: ما مقدار الطاقة الموجودة في القالب عند حافة الطاولة؟ عند حافة الإيش؟ الطاولة. طب هو كان في نقطة واحد عنده طاقة 13 وشوية، فقط شوية هو ماشي هيبقى عنده في اتنين إيه؟ ما تبقى من الطاقة الابتدائية. يعني معنى كده إن الطاقة اللي موجودة في النقطة رقم 2، الميكانيكال إنرجي اللي موجودة في النقطة رقم 2، يبقى دي الخطوة رقم 3، الميكانيكال إنرجي اللي موجودة في النقطة رقم 2 هتساوي الميكانيكال إنرجي إنيشيال ناقص الإنرجي لاست، الطاقة اللي فقدت، هيساوي 13.32 ناقص 1.38، يعني هتطلع بالأنسر 13.32 ناقص الأنسر اللي موجود 11.94. 11.9 كام؟ 4. ممكن يسألك بلون تاني ويقول لك: بإهمال مقاومة الهواء، ما الطاقة الحركية للقالب عند وصوله على سطح الأرض؟ ما الطاقة الحركية للقالب عند وصوله على سطح الأرض أو لسطح الأرض؟ مفيش مقاومة، بإهمال مقاومة الهواء، يعني الطاقة تقول لي الطاقة محفوظة، صح؟ صح، يعني الطاقة اللي موجودة في النقطة رقم 2 وهو هنا هي نفسها الطاقة اللي موجودة في رقم 3 وهي هنا، أليس كذلك؟ بلى كذلك، صح يا شباب، صح يا صبايا. يبقى كده حضرتك الكي فاينل هتساوي الميكانيكال انرجي عند النقطة 2 هتساوي 11.94 جول. رقم 5، خلصنا الألوان كلها، هات اللون الأزرق تاني، لا هات اللون الغريب ده. رقم 6، ما السرعة النهائية للقالب عند وصوله لسطح الأرض؟ السرعة النهائية للقالب عند وصوله لسطح الأرض، طب ما أنا عارف إن الكي فاينل هتساوي نص ام في تربيع، لو حابب اعوض 11.94 هتساوي نص 1.35، جبتها من المسألة من هنا، دي كتلة اهي مضروبة في الفي فاينل تربيع، اضرب واقسم مظبط، يعني دلوقتي 11 فاصلة مش عارف كام هنضربها في 2 يساوي رقم، هقسمه على 1.35 يديني رقم، اخد الجذر التربيعي للأنصر يديني مين؟ يديني السرعة النهائية 4.206، وده اللي كان مطلوب في السؤال، بس أنا قسمته لك لواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. المفهوم اللي بعديه بيقول لي solve problem on work done by a conservative force and potential energy. طبعا كلام كبير، يعني بيقول لي حل مسائل على مين؟ على الشغل المعمول بالconservative force أو القوة المحافظة والpotential energy. تعال نشوف السؤال ده برضه، هنقسمه 1 2 3 4 like that. يركب صبي زلاجة تبدأ من وضع السكون، يعني V initial بتساوي 0 متر على الثانية، وينزلق إلى أسفل تل مغطى بالتلج، تبلغ كتلة الصبي والثلاجة، لا طلعت والزلاجة، وأنا فاكرها الثلاجة، يمكن عشان عطشان، يمكن M ب23 كيلوغرام، تبلغ زاوية انحدار التل الزاوية ثيتا 35 درجة على المحور الأفقي. طب دي أقدر أستفيد منها حاجة؟ نقدر أكيد نستفيد منها حاجة. بينما يبلغ طول سطح التل 25 متر، دي المسافة دي واحد، دي أدي دي ون تساوي 25 متر. تصدق في استفادة هوت؟ أيوه، في المثلث ده، المثلث ده ساين ثيتا تساوي أوبوزيت المقابل على الأدجيسنت، المقابل هو اتش، قصدي على الهايبوتينيوس، يبقى هذه الساين تساوي مقابل على مين؟ على وتر، مقابل على الوتر اتش على 25، ما هو دي ب25، يبقى الارتفاع هيساوي 25 ساين ثيتا، يعني 25 ساين كام؟ 35. ماشي، عندما يصل الصبي والزلاجة إلى سفح التل، الولد وصل إلى المكان ده وبدأ من المكان ده وهيكمل للمكان ده، عندما يصل الصبي والزلاجة إلى سفح التل فإنهما يستمران في التزلج على مساحة أفقية مغطاة بالثلج، معامل الاحتكاك كان 0.1 ميو كي
0.1. ما المسافة التي سيتحركها الصبي والزلاجة أو التلاجة؟ دي 2 بتساوي كام قبل التوقف؟ يعني ال V final بتساوي كام؟ ال V final بتساوي 0 متر على الثانية. بص يا شباب، هنا في احتكاك وهنا في احتكاك، يعني هنا في طاقة مفقودة وهنا في طاقة مفقودة. ده اسمه مستوى مائل وده اسمه مستوى أفقي. يلا نبدأ نشتغل مع المسألة ونحاول نفسرها ونفصصها. ممكن يطلب من حضرتك الطاقة الابتدائية، ما مقدار الطاقة الابتدائية عند نقطة واحد؟ هتقول لي الميكانيكال انرجي انيشيال او عند نقطة واحد هتساوي ام جي اتش، بس مفيش غيرها عشان كان بادئ من السكون. ام ب23، جي ب9.81، اتش ب25، ساين 35. اقول لك صح، ادي 23 في 9.81 في 25 ساين 35 يساوي رقم، اكتبه بالترميز العلمي، 3.24 × 10^3. 3.24 × 10^3 جول. اوكي، ممكن يسألني يقول لي رقم 2، ما مقدار الطاقة المفقودة؟ هذه ليست المفقودة. ما مقدار الطاقة المفقودة على المستوى المائل بسبب الاحتكاك؟ أقول له حاضر. يلا يا عم، مقدار الطاقة المفقودة على المستوى المائل بسبب الاحتكاك بتيجي من القانون اللي انت هتحفظه دلوقتي ده، E lost هتساوي ميو كي في ام جي كوساين ثيتا في دي واحد. ليه يا استاذ مش ام جي بس؟ ام جي يا حبيبي لما يكون على المستوى الايه؟ الافقي، على المستوى المايل ام جي كوساين ثيتا اللي هي تمثل النورمال فورس. يلا نعوض بكل القيم موجوده عندك، 0.1 ام ب23 في 9.81، هضرب في دي واحد بالمره، 25 في كوساين 35، تطلع الطاقه الفقدت التي فقدت تساوي كم؟ 0.1 في 23 في 9.81 في 25 كوساين 35، 462.1. ممكن يسألك سؤال تاني ويقول لك ما مقدار طاقة الصبي عند أسفل التل وما نوعها؟ ما مقدار طاقة الصبي عند أسفل التل وما نوعها؟ طبعا نوعها طاقة حركية، مقدارها الطاقة الابتدائية ناقص الطاقة التي فقدت زي ما عملنا في المسألة اللي فاتت كوبي وباست. يبقى دي الميكانيكال انرجي عند 2 تساوي الميكانيكال انرجي انيشيال ناقص الاي لوست هتساوي 3.2 × 10^3 ناقص 462.1 يساوي، يعني الآلة الرقم ده نقول 3.2، يا 3.2 كام؟ 3.24 × 10^3 ناقص الانسر يطلع 2.78 × 10^3 2.78 × 10^3 جول، ونوعها طاقة حركة أو طاقة حركية. رقم 4، ما مقدار طاقة الصبي عند نقطة رقم 3؟ بص معايا في الرسمة كده عند النقطة رقم 3، الولد كان موجود على المستوى الأفقي وساكن، وقف خلاص، يبقى عنده طاقة بذمتك؟ هتقول لي لا ما عندوش أي طاقة، يعني عند النقطة 4 الميكانيكال انرجي عند النقطة 3 قصدي تساوي 0 جول لأنه متوقف وعلى المستوى الأفقي عند الأرض، يعني الـ H تساوي 0 والـ V بتساوي 0. يعني معنى كده الطاقة اللي عنده ديت، اللي كانت عنده الطاقة الحركية اللي كانت عنده دي، راحت فين؟ أين ذهبت الطاقة الحركية التي كانت لدى الصبي؟ أوكي؟ ذهبت فين؟ قل له ذهبت مع الريح، فقدت بسبب الاحتكاك أو تحولت إلى طاقة حرارية بسبب إيه؟ الاحتكاك. لغاية كده كويس؟
يعني دلوقتي الطاقة دي فقدت بسبب مين يا ولاد؟ بسبب الاحتكاك. يعني معنى كده ان الـ E lost في خلال هذه المرحلة هيساوي 2.78 × 10³ جول، الطاقة كلها فقدت. ممكن بقى رقم 6 يقول لي ما المسافة التي فقدت خلالها الطاقة؟ ما المسافة التي فقدت خلالها الطاقة؟ خلي بالك ان الـ E lost بتساوي ميو كي في ام في جي في دي، عشان ده مستوى افقي. يعني الدي هتساوي الانرجي اللي هي 2.78 × 10³ على الميو، الميو اللي هي كانت ب 0.1 في الكتلة اللي هي ب 23 في جي اللي هي 9.81. يعني بالانسر يطلع هذا الكلام على 0.1 في 23 ب 9.81 تساوي 123.1 متر. خلي بالك التقريبات ممكن تكون مخلية الفاينل انسر مش مظبوط. ممكن نكتفي بهذا القدر ونلتقي ان شاء الله في فيديو نهائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.